اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم حج عراق. تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما اسفل الشاشه بالانستغرام والفيسبوك واليوتيوب. اليوم موضوعنا يتكلم على يعني بالفتره الاخيره صار اكو مهرجان لعرض الازياء في محافظه الرمادي، وشفنا اكو موقع ما نعرفه موثوق او غير موثوق اسمه تجمع علماء وشيوخ واعيان وكفاءات وشباب اهل الفلوجه، استنكروا هذا الحدث، وايضا صار كان اكو تهديد مبطن لمدير الحبانيه، وصار اكو مجموعه من النقاشات، وكانما لسان حالهم ايضا يقول قدسيه المحافظه ما تسمح بانه يصير مهرجان لعرض الازياء في محافظه الرمادي. حتى نتكلم بهذا الموضوع وياي بالاستوديو الدكتور احمد عباس الذهبي، اختصاص في علم النفس. اهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا بكم. الله يخليك. اهلا وسهلا الى كل متابعيكم على السوشيال ميديا. دكتور، شفت الاحداث الاخيره؟ نعم. وشفت ايضا رده الفعل القويه اللي صارت على مهرجان عرض الازياء في الرمادي، وايضا نسمع قدسيه الرمادي لا تسمح بظاهرة مثل ظاهرة عرض الأزياء في المحافظة. في البدء نحن كمجتمع عراقي لا نحتاج إلى كثير من التشنج. اليوم الشباب العراقي يتطلع إلى آمال، إلى حب، إلى وئام، إلى خطاب الحب. نحن اليوم كل الشباب العراقي، كل المتابعين عندما ينظرون نلاحظ حتى على مواقع التواصل الاجتماعي أصبح الشتم والقذف والسب. أين روح الحب، روح الوئام بين الشباب؟ لذلك كما تكلمت حضرتك في عرض الأزياء في مدينة الحبانية السياحية بأنه هذا العرض لربما تدخل في قدسية الفلوجة أم المساجد وأم المآذن. نعم، الفلوجة أم المآذن وأم المساجد، لذلك الحبانية أيضا مدينة سياحية وهي من فترة الثمانينات يقام عليها هكذا مهرجانات. لماذا ننكر هذا الشيء؟ لذلك إلى كل شخص يتحدث عن القدسية نقول له كل عراقي صغير كبير مهما كان عمره فهو مقدس أينما حل وأينما نزل وأينما وجد. حلو. كل عراقي مقدس، لا نقول قدسية المدينة الفلانية وقدسية المدينة الفلانية، بل الإنسان مقدس. هذه رسالة إلى كل من يستمع ويشاهد، الإنسان مقدس، وحتى الله سبحانه وتعالى في كافة الديانات السماوية وحتى في القرآن الكريم جعل قدسية الإنسان حتى لربما جعل أفضل من بيت الله الحرام. لذلك الإنسان مقدس، لا نتعالى الأصوات قدسية المدينة الفلانية وقدسية ونظهر التشنج والتناحر بين أبناء البلد. حلو. الواحد. أنا أقول إلى كل من أصدر هذا البيان وهو خلف الستار أقول له أنت تحتاج إلى أن تعرف نفسك. الإنسان زي. يحتاج إلى هندسة السلوك. صح. زين أستاذ، اليوم يعني برأيك هيجي صوت يبث الرعب للناس، يخليهم يخافون يسوون هيجي خطوات، هيجي مهرجانات، واعتقد احنا نحتاج، لان هذه توصل صوت العراق، العراق بعده بخير، والعراق الدنيا بامان. احنا اليوم يعني مو بعصر الجاهليه حتى هيجي مظاهر يقعدون يقولون هذه كيف هم يحرموها ويحللوها ويدخلوها باشياء احنا في غنى عنها. برايك شنو الهدف من هيجي حملات على هاي المظاهر احنا نحتاجها حاليا؟ ذكرت كلمة جدا مهمة، نحن ليس في عصر الجاهلية، بل الجاهلية قبل أكثر من سنة هي تغادر هذه المناطق. الجاهلية كانت موجودة قبل أكثر من سنة. صح. داعش ومن لف لفها وهذه التنظيمات الإرهابية وكذلك بعض الأحزاب التي تظهر جاهليتها للمجتمع. نعم، نحن نكاد أن نغادر الجاهلية. الجاهلية لم تغادرنا مع مجيء نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم قبل أكثر من 1400 سنة. لذلك الجاهلية تكاد أن تكون قريبة وموجودة. لذلك هي رسالة إلى خفافيش الظلام، إلى داعش، بأن الوئام والحب والانسجام، وبأن عرض الأزياء أو كل ثقافة أو كل تطور أو كل فاشن مودة موجودة على هذه الأرض، فلتذهبوا أنتم إلى الجحيم ومن لف لفكم. لذلك يجب علينا أن نوجه رسالة إلى هؤلاء الذين أصدروا هذا البيان. أين مجلس المحافظة؟ صح. أين القانون؟ نحن ليس في غابة، خاصة هو صار بعلمهم موافقتهم، موافقة مجلس المحافظة، وكذلك هناك حمايات أمنية. صح. أنا عندما أخرج أنا وعائلتي وزوجتي وأبنائي، من الذي يحميني؟ صح. يحميني القانون. صح. لذلك أين القانون عندما تصدرون هكذا بيانات؟ نحن نوجه كلامنا إلى الشباب الذين يتواجدون ويجلسون ويتابعون على مواقع التواصل الاجتماعي. أنتم
لربما تبذرون بذار الحقد والكراهية بين أبناء الشعب الواحد، قدسية المدينة الفلانية، قدسية المدينة الفلانية، صح. وتجعلون هذا الشاب يدخل في تنحرات. الشاب العراقي اليوم يحتاج إلى هندسة للسلوك، صح. يحتاج إلى حب، إلى وئام، إلى شرح، يحتاج إلى كل ما يشرح نفسية هذا الشاب. الشاب العراقي اليوم هو يمر في أزمات، في عقد نفسية، في مطبات، يحتاج إشي إشي أشياء حتى يدفع عن نفسه، يحتاج إلى تثقيف، صح. يحتاج هذا الشاب العراقي أن يرى وطنه بأنه في جو من السعادة، صح. من الوئام، من الانسجام، حتى يحب العيش داخل البلد، حتى يقدر يعطي، يقدر يقدم البلد نفسه طبعا. لذلك أقول كل إنسان عراقي، كل شاب بكافة الأعمار، كل شابة، كل فتاة عراقية، كل إنسان عراقي هو مقدس. فلنرفع قدسية المدينة الفلانية، ولنرفع شعار قدسية الإنسان العراقي أينما حل وأينما وجد. لذلك يجب علينا أن نعرف أنفسنا، كما قال سقراط قبل أكثر من 3000 سنة، الإنسان إذا عرف نفسه استطاع أن يعرف العالم، استطاع أن يعرف كيف يتعامل مع الآخر. لذلك نحن نفقد ثقافة جدا بسيطة، هي ثقافة كيف أعرف نفسي. نفقد ثقافة نفسية، ثقافة اجتماعية. الإنسان بحاجة إلى هندسة السلوك، نعم، كما تحتاج في هندسة في البناء في الإعمار، تحتاج إلى هندسة هذه النفس، صح. الإنسانية. ونحن نحتاج إلى المختص النفسي ليوجه هؤلاء الشباب ويعطيهم جرعة من. وإحنا جبنا المختص النفسي دكتور أحمد، أكيد يعني خبير بهذا الموضوع، شلون الشباب يتعامل ويا مثل هذه المجاميع اللي هي دائما تحاول اي خطوه ايجابيه للامام ترجعنا 1000 خطوه الى الوراء. شلون يتعاملوا وياها الشباب بالسوشيال ميديا، بالشارع، بالشغل، شلون يواجهون مثل هذه المواقف؟ نعم، الشاب العراقي اليوم وخصوصا لربما حتى تكون ثقافته محدوده او حتى لو ثقافته واسعه، لا يتفاعل مع هكذا مواضيع وتاخذه روح العاطفه. وكذلك انا وجدت ولدي استبيان ولدينا دراسات نفسيه بان الشاب العراقي عندما يتشنج وعندما تصعد لديه روح حب الوطن أو حب المدينة، يستطيع حتى في كتاباته وفي تعليقاته يشتم. هذه أول رسالة نوجهها إلى كل إنسان، إلى كل شاب، إلى كل شابة، في مواقع التواصل الاجتماعي، في بحث في أي موضوع، أي مدينة، أي شيء. يجب علينا أن نتكلم بلغة الحوار الهادف. لديك معلومة، اطرح هذه المعلومة، اطرح حتى نستفاد من هذه المعلومة. وإن لم يكن في جعبتك أي معلومة فلا تشتم ولا تقذف الآخرين ولا تسب الآخرين، صح. لأننا كلنا أخوان، أنا أخيك وأنت أخي، لابد أن نلتقي في يوم. لذلك يجب علينا أن نتحلى بروح الشباب. وكذلك الشباب، كل علماء العالم قالوا هم الأرق أفئدة، تكون أفئدتهم رقيقة جدا، صح. لذلك يجب علينا وخصوصا نحن الكبار الأساتذة الأكاديميين كيف نتعامل مع هذه القلوب الرقيقة. وأنا أطلب من هذه القلوب الرقيقة أن لا تكون متخشبة، متحجرة في حواراتها، في كذلك في هذه الكلمات التي تبعث إلى الظلام وإلى الاكتئاب. انشروا كل ما هو جميل، انشر حلو. كل ما عندك. لذلك ابتعدوا عن لغة الشتم ولغة ربما لغة العنف. اليوم اكو صمت حكومي صار تجاه هذه التصريحات وتجاه هذه المنشورات، شو تفسرها حضرتك؟ طبعا الصمت الحكومي والعجز الحكومي وخصوصا في موضوعنا الذي نتحاور فيه اليوم، مجلس محافظة مدينة الأنبار، يجب أن يتحدث وأن يقول وأن يعلن رسالته بأن ما حدث هو بعلم القانون وبعلم الدولة. لذلك لماذا هل وما مس قدسية المحافظة ولا أثر على قدسية المحافظة، بالعكس هو وصل صوت للعالم. المحافظة تغيرت جذريا، كانت يعني محتلة من قبل داعش وبيها مشاكل بالإعمار، واليوم المحافظة رجعت أجمل من قبل بهواية. قدسية المحافظة، بل هذا أعلى من شأن المحافظة، رفع اسم المحافظة. اليوم نلاحظ بأن محافظة الأنبار ومحافظة رفع اسمها، هناك وفود أجنبية، هناك سواح. نحن ننقل إلى العالم حضارتنا، ثقافتنا، تطورنا. هل نكون، أنا أوجه كلامي إلى كل شاب وإلى كل من يتقوقع أو ينغلق على نفسه، كيف نوصل رسالتنا؟ كيف يعرف العالم هناك مدينة اسمها الحبانية في العراق؟ كيف يعرف العالم هذه المدينة لها هذه
الإيجابيات لهذا الإنتاج، لهذا الأفكار، هذه الأفكار، هذا الإبداع؟ هل نكون مغلقين؟ هل نكون ظلاميين؟ لذلك أنا كيف أوصل رسالتي إلى العالم؟ أي قدسية تتحدثون عنها؟ هل نكون مغلقين ننغلق على أنفسنا؟ لذلك العالم يتحرك، العالم يتطور. شو المفروض الحكومة تسوي حالياً وأيضاً مثل محافظة الرمادي الأنبار عفواً تجاه هذا التصعيد الصارم ضد المحافظة ضد هذا الظاهرة؟ طبعاً السيد محافظ الأنبار البطل، القيادات الأمنية يجب أن تعلنها وبكل صراحة وبكل جرأة بأن ما قام هو ليس خارج عن القانون، بأنه عرض أزياء وبدأ العرض بسيطا، كان هناك أطفال يقدمون هذه العروض، وبعد الأطفال كان هناك عرض نسائي، وكذلك الأخوات إيناس التميمي والجميل الأخت الأخرى، كان عرض جدا بسيط ولربما ليس فيه للقدسية أو خدش القدسية لهذا الكلام. وكذلك أحب أن أذكر قبل أيام كان هناك عرض للأزياء جدا جميل ورائع حدث في محافظة البصرة وفي أحد الأسواق في قلب محافظة البصرة. لماذا أنا أحيي أهل البصرة وأحيي كل شاب عراقي، كل شابة عراقية؟ نحن نتطلع إلى آمال عريضة، لذلك رسالتنا إلى مجلس ومحافظة الأنبار بأن تكون لها كلمة وأن تنهي هذه الأقاويل وهذا الأخذ والعطاء بالكلام. لذلك نحن نبحث عن الحب الذي أصبح مغيب على هذه البسيطة أو على هذه المعمورة، لأن بسببكم وبسبب غياب صوتكم يا أيها السياسيين، يا أيها من لكم دور، بسبب غياب صوتكم أصبح الشباب يتناحر ويتخلق. صح، أكيد. أنا شفت صورة أيضا شاب حاط صورة مهرجان عرض الأزياء في الرمادي وحاط صورة لعرض لداعش قبل سنوات في الرمادي وكاتب We are not terrorists، يعني إحنا مو إرهابيين. أكيد صار من لازم على الحكومة في محافظة الرمادي أن تتدخل تجاه هذا الموضوع. أنا سعيد جدا بحضور الدكتور أحمد عباس الذهبي، نورتني اليوم. شكرا لك. الله يخليك. أعزائي المشاهدين، وصلت وياكم لنهاية حلقتنا هذا اليوم. انتظروني بالحلقة الجاية من برنامجكم حكي عراقي. مع السلامة.